بمناسبة الكلام على ليفربول اللي هيلعب بكرة كمان، كان يمكن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كان ليه كلام على تصريحات محمد صلاح اللي كانت لصحيفة أس المدريدية، واللي كان قال فيها أو لمح فيها أنه هو بيرغب في مغادرة الريدز. يمكن كان صلاح قال أنه هو منفتح أو بشأن الانضمام لريال مدريد أو برشلونة، وعشان كده الناس هنا بدأت تتكلم أنه هو صلاح فعلا هيسيب ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، هل فعلا هيروح ريال مدريد، وخصوصا أن جريدة أس مدريدية اللي يخليه يطلع في وقت زي ده يتكلم. ولكن يورجن كلوب كان ليه تصريحات مختلفة لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، وقال أنه كلنا ممكن أن احنا بندور أو أن الإعلام بيحب يدور على أي تصريحات تعمل قلق بالنسبة للناس، ولكن لا أعتقد أن في سبب يخلي صلاح يسيب ليفربول غير الطقس أو الأحوال الجوية في ليفربول، وأن ليفربول أي لاعب يحب يلعب فيه واحد من أكبر الأندية في العالم، وأنه بيدفع فلوس كويسة جدا، وبيقول يمكن مش أحسن فلوس بيدفعها، في أندية تانية بتدفع أكتر من كده، ولكن الحقيقة أنه هو بيدفع فلوس كويسة وملعبه حلو جدا على حسب وصف يورجن كلوب. المشجعين ليه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في العالم كله، وكمان كان بيقول احنا بنلبس اللون الأحمر وده يمكن أجمل لون على الإطلاق. من الجمل المهمة قوي اللي قالها يورجن كلوب ان احنا مش ممكن نجبر حد على ان هو يبقى في ليفربول، ولكن الامر بيتعلق بالتوقيت واللحظه المناسبه للمغادره. والجمله دي مهمه قوي، اللي هو احنا مش بنجبر حد على ان هو يفضل في ليفربول. والحقيقه من الكلام كمان اللي قاله انه صلاح يعني اجابته كانت طبيعيه جدا بالنسبه ان هو يروح برشلونه او ريال مدريد، وهي كانت الاجابه انه الامر في ايد النادي. بيقول يعني انتوا عايزين لاعب كبير يصرح يقول ايه لما يتسال على برشلونه وريال مدريد، اثنين من اكبر الانديه في العالم، هيقول مثلا لا انا الدوري الاسباني مش طموحي. فهو شايف انه التصريحات كانت طبيعيه جدا من محمد صلاح، ولكن الميديا او الاعلام هو اللي بيحب يكبر المواضيع او يلاقي حاجه يتكلم عليها، وانه التصريحات دي مش معناها ابدا ان صلاح مش مبسوط في ليفربول. وقال انا موضوع اشاره القياده اللي ارنولد خده انا ما كانش في بالي او ما كنتش فاكر انه ممكن يضايق محمد صلاح بالشكل ده، ويمكن انا غلطت في حاجه زي دي، وهو فعلا احبط من ده، وده ما كانش او يمكن خطأ مش مقصود. على أي حال طبعا احنا دايما بنقول انه بنتمنى التوفيق لنجمنا المصري في أي مكان هو شايفه. إذا كان فعلا التقارير اللي بتتردد حول انتقال محمد صلاح بعد انتهاء عقده مع ليفربول لريال مدريد النادي الإسباني، أكيد هنكون في ظهره، أكيد بنتمنى أنه يكون حاسب أي خطوة بياخدها الفترة اللي جاية، وإن شاء الله نشوف مستوى كبير قوي من النجم المصري، سواء كمل في ليفربول أو انتقل لنادي آخر.